انا طبعا قبل ما ابدا اي كلام في موضوع الستاير والشياكه بتاعت الجمال والموضه والكلام ده كله، انا حابه بس اعرف وتعرفي برضو مشاهدينا، بداتي مشروعك الجميل ده ازاي؟ مشروعك فعلا مسمع وحلو جدا، الحمد لله صاحبه الحمد جاليري لله. ام مودي للستاير والديكورات طبعا غنيه عن التعريف. ميرسي يا حبيبتي، ربي فكنا يخليك. عايزين الاول قبل الكلام في الشغل وقبل الكلام في اي حاجه، حابه اعرف انت بداتي مشروعك ده ازاي؟ والله هي يعني الحكايه جت بالصدفه خالص، اني انا اصلا من محافظه تانية من القاهره، فاتجوزت وعشت في اسماعيليه، ما كنتش بشتغل خالص، يعني انا كان شغلي كله يعني حياتي كلها مقتصره على البيت بس. فربنا اكرمني بمودي الحمد لله، فحصل ظرف كده ان هو تعب شويه واحتاجنا نعمل له عمليه كبيره، فما كانش ما كنتش عامله حسابي ولا كنت شايله حاجه ولا كنت بشتغل ولا كنت بفكر خالص. فجاتني بقى قلت لا ما ينفعش، لازم يكون في حاجه اعملها وانا في بيتي برضو، يعني انا ما اسيبش البيت، ابني معايا واشوف كده مشروع حاجه بسيطه كده. فجبت مكنه خياطه وبدات اشتغل في البيت واتعلم واروح مدارس وبتعلم التفصيل واتعلم الستاير وكده. لقيت ربنا سبحانه وتعالى فتح لي ابواب فيها كتير قوي الحمد لله. خدت محل صغير والمحل الكبير بقى اكبر معرض الحمد لله ستاير في اسماعيليه. فسبحان الله ربنا لما بيبقى رايد لحد حاجه بيفتح له الابواب كده من عنده. فالموضوع جه صدفه خالص والحمد لله، يعني ربنا اكرمني فيه اكبر كرم بس ده يعني. ما يمنعش ان انت اجتهدتي، انت طبعا عملتي يعني كورسات بجد ودرست بجد، يعني انا بدات ادور على كل حاجه تديني خبره في المجال اكتر. تمام. بقيت ادور على مدارس بتعلم الستاير في اي محافظه واروح اخد كورسات واروح ادخل على النت واشوف ايه الجديد واجيب الكتالوجات العالميه اشوف ايه اللي نازل وايه الاقمشه الجديده، اي حاجه ليها علاقه بشغلي بقيت ادور على ايه احدث حاجه. عشان كده اسمنا سمع في اسماعيليه الحمد ما لله، شاء الله، بقيت صاحبه اكبر معرض ستاير في اكبر اسماعيليه جاليري الحمد ستاير لله، ام ربنا مودي يديمها نعمه للستاير. لا الحمد جميل لله الحمد جدا، لله. انا شفت شغلك حاجه فوق حبيبتي الروعه ميرسي ميرسي يا بجد، صبري جميل جدا. ميرسي. طيب